هيقدر تتركني وتمشي؟ نور؟ ايه نور، نوري اللي بتحبك، نوري اللي ما فيها تعيش بدونك، نوري اللي بتعشق صوتك. مش انا صوتي حلو؟ حسام معقول انت؟ يعني احلى شي فيك صوتك، كل الناس بتعشق صوتك. وميديا؟ ميديا؟ شبه ميديا؟ تركت شغل كرمالي؟ عليك يا ميديا. حسام أنا أجيت أتشكرك لأنه بفضلك إجتني أحسن فرصة، ومنيح ما ضليت بهاي الإعلانات اللي كنت قابر حالي فيهم. يعني مش زعلانين مني؟ طبعاً لا، مستحيل نزعل منك. نحن بنزعل منك إذا بتقبل أنه حدا غيري يكتب لك الفيديو كليب أو كلمات الغنية. بس أنا فقدت الأمل صراحة. شوف، أنا بحياتي تعبت كتير وتعذبت كتير، كنت انجح مره وافشل مرات، بس مع هيك ضل عندي امل. كل يوم في امل، في امل جديد يمكن يتحقق، يمكن مو اكيد. واو، شو حلوين يكونوا كلمات غنية. يعني شو؟ شو يعني شو؟ يعني على البيت لانه طلع ريحه الاكل. اي والله عم بقول لحال الريحه من وين. يلا بيبي يلا يلا, يلا. عنك عنك لك. خلص خلص امشي امشي. جري انت هيدي، تعال جري هيدي. انا بحب احملك.